أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى وسيجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. إن شاء الله. راحة معنا. أول شيء نبدأ كلامي بأن الفقر يصنع الرجال، الفقر يصنع الأبطال. مش نقولكم أنا من حسش روحي رئيس الجمعية ولا أكو قاع عائلتي، حتى سواء كنت أيتام أو لمست أيتام، المهم رانا أولاد جباحية. وكاين مام دوك جاو معندنا من قرى أخرى، مرحبا بكم معنا.
ربي يرحم الشهداء اللي خلونا نعيشوا هذه اللحظة وخلونا نعيشوا في بعض الاستقلال اللي الحمد لله ولينا حرية تامة. المهم أنا ما نحسش روحي غريب عليكم ولا نحس روحي أنا دماغي رحت للبويرة مي توجو قلبي هنايا. سمحوا لي دواء حبي لوطني، اسم وطني محفور في قلبي، رائحة وطني تعطر الأنوف. وطني وطني نسمات وطني وهواؤه أعشقه. تحية لك يا وطني، نشأت فيك حبا لك. وطني وطني شمسك أعطتني نورا وسماؤك أظلتني. وطني وطني ماؤك سقاني وخيراتك لذتني. أنا مستعدة بمهجتي مدافعة عنك، وأنا بكوني جزائرية أفتخر بك. وطني وطني. تفضل عمي عمر. مرحبا بكم أيها الشباب والشابات، النساء والرجال. الحمد لله الذي عشنا وجبنا الوطن تاعنا هذا وين رانا مستغلين. الحمد لله رانا دولة، احنا عشنا في ظروف قاسية، كان الاستعمار يعذبنا العذاب الشديد. ما نقولوش باللي انسان كي يتغلبوا الدمعة والله، لان احنا عشنا الواقع. أنا كنت كلم كلمة من هذا الكلام تجي ما أقصى قلبي، لأنه نعشت. كان الشيخ الله يرحمه كان يحبني بزاف، تعثب بزاف مسكين، دار شامبيون فرنسا 40 في فرنسا، وجا داروا في الحبس في سنة 53، دخل السجن. كي خرجوه داروا له باللي يروح دائما يبوانتي في لاساس، لازم كل يوم يروح يحضر في لاساس يبوانتي باللي كوم كوا ما خرجش للجبل. يوم من الايام راح للكابيتان قال له انا دوك ظلوا تعذبوا فيا انا هكذا، اعطوني لي سي باسي نروح لفرنسا. اعطوا له لي سي باسي، جا للدار دارت له يما المثقبه في واحد الفاريزه حمراء قد هذا البورت تبعي، داها وهبط انا مع الجباحيه. بعد البغ الصوفي هبط في قرينيه وطلع للجبل. احنا جينا قال روحوا لعند خواكم، حرقوا لنا الدار. رحنا عند خالي في حرشة واسكننا في واحد العشة، والله غير عشة تاع في الليل يا الأبناء، نتغطوا بالنيلو تعرفي هذيك الشتا اللي تحت السماء كاع فوقنا، الو شاريه النيلو نديروها نجي فوقانية. احنا كنا ستة خوا ولا جوزين الله يرحمها. حقبنا يا مال جو العسكر، كان الشيخ دار واحد المعركة في الفاصلة، كانوا 5 كاميوات قتلوهم، ومن بعد زادوا داروا واحدة على هذيك كان قتلوا عمي مسعود، داروا في دخل الحفرة هذه هنا في الجباحية وراء من باتيمات هذو، كان ثما لاكام، وكان واحد وين يديروا الشراب هذوك معمرينهم بالماء، ويديروا 6 7 لداخل، ويخلوهم لداخل الماء حتى لهنا. كي يرقدوا حتى يقبض واحد منا، واحد يدير ذراع فوق الاخر ويدير ذراع فوق الاخر، باش يرقد 5 دقائق ولا 10 دقائق ويتبادلوا. عمي هذا كان في الوسط كان راقد يعني حجره من فوق مات. جا الشيخ دار لهم بيسكات في الفاصمه هنا في الحلوه، كانوا 3 2 كاميوات ولا جيب قتلوهم ماتوا. وبعث واحد كان واحد بليسينغ عطى له بريه قالوا انتم ما درتوا في خويا هكذا، وانا نريحوا على راسك الكابيتان. عندنا جاو الحرشاوة لقاونا كفرونا في 6، كان الربيع كان القمح جو ما يقتلونا، جو يقتلكم انتم الاولاد عمي عمر. الاولاد العائلة تاعنا بهذا. وشحال في عمركم هذاك الوقت عمي عمر؟ هذا كانت 56، كان بالك في عمري انا 8 سنين، انا كبير. وخاوتك الصغار كاين؟ صغار كاع، كل صغار كاين طفل اكثر مني.
كان عندها 9 سنين هذيك نعم وانا كان عندي 6 سنين بري هكذا 8 سنين واحد يقوم يلعب بالقرونه هذاك طلقت عليه الفلاق روحوا يجروا كاين واحد يقومي واش قال لنا قال لي ما قال لها شوفي ادي ولادك وروحي والله غير يقتلوك مشينا في وسط الزرع خرجنا هبطنا من ثم على دم الرميه خرجنا كاف الحصان جيتو ورحنا يماك والولاد الصغار برك ومشيتو في الغابه مشينا في الغابه ومن بعد هبطنا عليه جيتها طلعنا عليه جيتها ورحنا للصفيحات كان واحد باش راه يسموها صفيحات جا الشيخ العشيه ثم قعدنا ثم سكننا ثم قعدنا حتى لواحد بعد زادوا داروا واحد المعركه في واحد الليله من الليالي جيت لولا سيدي سليمان ومن بعد قلت له روح للدار كانت لو كان ما خاف ما نكذب كانت في يوم الاثنين وكانت واحد المطر غزيره جيت انا في وسط الغابه كيما داري نروح نهبط للحيديه ونهبط في النهار ولا في الليل؟ في الليل كانت بالك 11 12 تاع الليل وحدك في الغابه شحال في عمرك عمي عمر؟ الوقت هذا كانت عندي بالك 7 سنين 9 سنين 9 سنين وحدك في الغابه 12 تاع الليل ولفت الغابه لانه رقدت في الجبان رقدت في الغابه رقدت ولفت مع الثوره والحرب تاع فرنسا والطيارات والاخر بعد واحد قلبه ميت ما خافش انا هابط تلفوني ذيابي في ولاد سيدي سليمان شوفوا يا صغار 9 سنين في عمري تلفوني ذيابة طلع فوق سجرة قعدت فوق زوج عراف هكذا وربطت السجرة هكذا وريحت حتى الربعة تاع الصباح ربعة تاع الصباح جا واحد الناس عاقبين يهضروا الناس النية يطرقوا البرد سمعوني وبدينا نوسي هكذا سمعوني طلعوا لي حاروا فيها بطوني انا جليت يدي هذو ماتوا كرهتي هي ولاو كي شغل ماشي كراهيه واحد اللي الشملة ربطني هنا ويهبط فيا بشوية والآخر دايرني هنا على كتفه ويهبط بشوية يهبط بشوية حتى هبطوا لي داوني للدار قالوا انت ولي نوكل ما يذرموش قال لي وراكم تسكنوا كلهم سكنوا في الصفيحات قال لي ندوك الولاد علي بن يحيى داوني الولاد علي بن يحيى بعثوا لي ما جات جينا زلنا سكننا هذه ولاد علي بن يحيى طلعت لي ثما قعدنا ثما دفيت من بعد رقدت من جويه الثمانية حتى الغدوة من هذاك للزوج نتاع العشية مازالوا رجليا باردين شوفوا هذه المعاناة اللي يعني لها احنا انتم الحمد لله تكبروا وتولوا نساء وتولوا رجال وتولوا تربوا ديروا ديار وتولوا لا بس عليكم احنا بصح عانينا كل معاناة يا خزري شحال العذاب اللي تعذبناه وكاين واحد اليوم ما يقولوش خالتي معايا جيت لحقت لهنا للجباحية اللي استقبلني الحاج سعيد الله يرحمه برحمة الله حاج سعيد بن عمر مداحي لقيتو قال لي عنقني مسكين وطح يبكي قال لي يا وليدي وكيفاه قلت له يا الحاج الشيخ الله يرحمه وخوتي راهم في الغابة وانا يا جماعة الجمل ما نستحوش بالفقر لانه ما يستحي بالفقر غير ولاد الحرام الفقر عمر الانسان يستحي به ما يستحيش بالفقر احنا ربي خلقنا فقراء خلقنا عيايا ما عندنا والو الجمل في لحمه يمشي والميزيرية وشعري مبلم قاعدك من وسخ من كل حاجة حاجة عن سعيد كان عنده واحدة طفلة الله يذكرها بالخير قال لها يا بنتي روحي لشوفي الحوايج تاع خاوتك وقالوا ديري له واحد شوية تاع الماء يسخن وبدلي له الحوايج هذوك غسليهم له دارت لي حقيقة وروح داني عند هذا المكان وحقاسي واحد يحفف لي وليت نشبه وليت تشبه بالعباد اخي قال لي قلت له الحشر كيفاه نديرو قال لي روح لاصاص روح شوف الكابيتان
ونقول له فرنسا يدها طويله وحنا اليوم الشيخ مات ورانا ولينا وفرنسا يدها طويله حنينا. قال لي هكذا تقول ما تجيش كلمه فوق هكذا. قلت له نعم الحاج والله غنقول هكذا. كي رحت نلقى واحد يقول له اسماعيل كان هو في رصاص. هذا اسماعيل من باليسترو كان هو هنايا اللي قبل الرصاص. كي قلت له انا هدرت مع الكابيتان قال لي هي جرب الذيب هكذا هذه الكلمه. انا كنت شويه قبيح قلت له واش راه من الناس يعرفوا شكون جرب الذيب انا ولا انت؟ قال لك جرب الذيب هكذا قال لي انت جرب وليد الذيب اللي هو شاهي. شاهي قال لي جرب الذيب. قلت له ما عليه قلت له ما يعرفوني شكون جرب الذيب. قال له الكابيتان هذاك هضر بالفرنسي. عيط لواحد يقومي واحد اخر يعني ترجمني قال لي ما تخاف حتى حاجه روح لليطنا في الاخر تاع في في حرشاوة قول له يعطيك بلاصه وين تبني الدار. رحنا قال لي الحاج روح. رحت يا الحاج كان حاطو الاخر تاع القرمود نتاعنا عند واحد روح جبته وبنينا الدار بالمعاناه نعمر الماء والطين. وعمي كان عمي احمد الله يرحمه هو انا رحت نخدم انا نروح بالتيجه نخدم واحد النهار بت في الجبانه تاع النصارى تاع رويبه والله في جبنه النصارى فتحت لقيت واحد الباب مفتوح دخلت لقيت الصنادق دايرينهم من هذا فوق هذا ومن حطيت هذيك القفه فرشت الخفرطه وسيت القفه هذيك وقلت خلي ها. شحال في عمرك وقتها عمي عمر؟ علاك في عمري واحد 60 في عمري 12 سنه. 12 سنه بت في الجبانه في جبانه تاع النصارى تاع العرب. رحت تخدم على خوتك؟ رحت نخدم. رحت الحوش الباي كان هذا بكري حوش الباي الحميس الحميس بكري يسموه حوش الباي وكانت باب الزوار هذه يسموها روتو دو لاشاس. هذه رحت للحميس هذه خدم كانوا نقطع المانجاري في الشتاء نعفس هكذا على المقص ونبكي حتى المهم ما عنديش القوه البرد نباتوا في لاكاز نفرشوا الكرتون ولا غير كرتون عندي كوبرتا هذا كيف واش كاين يعطونا يجيبوا لنا خبزه صباح ان باسات صون اقسمها على زوج كفاتك والله ما كفاتكش ونجوزوا بالمندارين هذا واش كاين بكري كاين اللي كان يشبع على الخبز ما كانش كانوا كاع الامه يقسموا الخبزه تاع ربعه ربعه من الناس ربعه للانسان في النهار واش ياكل هذا كنا واش عايشين. خدمت 15 يوم مع حمودة البوشي الله يرحمه نخدم أنا هكذا. قال لي هذا كيكون يخدم ينعى لوالديك. قلت له ينعى لوالديك أنت والدين والدين والديك ونضربوا بالمقص هذا ما قصتوش جور دافد حتى الجزائريين جور دافد باهي قبضوني. أهربت رحت للمعلم هذا في يسكن في خلصني طلق عليا الشيالو ونقبض على الجري بين الحراقه هذا قطعهم في كاع السلك الجري هو بدا في هذا بعد 15 يوم وما خلصتش ما خلصتش والله اليوم. وما تنساوش يا الاولاد احنايا كل عانينا من المشاكل والحمد لله اليوم شوف راه كبرنا انا راني ذوك اليوم خاوتك كيفاش راهم معايا الحمد لله جيتهم كاع لفرنسا قريتهم انا ما نحبش نطول عليكم ديتهم لفرنسا قريتهم واحد راه عنده دكتوره راه في كندا راه شاشر وواحد راه انجينيور يخدم في باريس يدور في حول العالم وواحد راه يخدم في المينيستير في ثلاثه قريتهم كما قال الشيخ عاهد العجوزه. واليوم راه عندي انا عندي 9 اولاد 4 بنات و5 دكوره وزوجت البنات في 4 راني جد تاع 14 دراري. الله يبارك وزوجت واحد من الدراري الحمد لله هنا عايشين لاباس علينا وما حدش من الدوله هذه تقولوا يعني وليد درموش دا حاجه ما ديت لا في الجزائر ولا في ولايه بويلا شيت بعرقي شيت بدراهمي وخوتي كاع شيت لهم بدراهمهم ما ديناش حاجه من البلاد هذه وما نحتاجوش والحمد لله والحمد لله. بصح انتوما سوا طفله والله طفل يعتمد على نفسه عمره ما يحس روحه حقير وعمره ما يحس روحه باللي راه وحده ما راهوش وحده راهم عندكم الناس معاكم والناس يعاونوكم والناس راهم في كتافكم ما تقولوش باللي رانا وحدنا نحن معاكم والسلام عليكم. بارك الله فيك يا الله.
شفتي؟ عمي عمر خلاص خلينا حنا والله انا ناكل في الدار والله غنشرب عليه ناكل ما عنديش انا مش تعب ولا ماجد ماجد انا انسان مش تعب ما عنديش والحمد لله عندي كلش بصح احنا يا حمار عليك